المدارس كان فيها نشاط غير الدراسة، كان كل المدارس، أنا كنت في مدرسة أجنبية لكن أعلم من قرايبي في المدارس الحكومية أيضا، كان في حصص رسم وحصص موسيقى، فكان المدارس بتساعد على تنمية المواهب اللي موجودة عند الشباب. الأستاذ فؤاد كان يخلص المسلسل من هنا ويصوروا فيلم، فأنا كنت دايما أشفق فيه علشان أخد دور في المسلسل، ومن خلال أدواري مع فؤاد المهندس، مع الأستاذ فؤاد المهندس في الإذاعة، عملت بقى معاه يجي 8 أفلام أشهرهم شبكوا في المصيادة مثلا، وأخطر رجل في العالم يمكن أشهر 2 من سيرجي السوري، وعودة أخطر رجل في العالم. في نفس الوقت بقى كنت اتعرفت على الراحلة العظيمة سعاد حسني، وسعاد حسني أنا خدتني رشحتني هي وست معاها 3 4 أفراد.